تقول عن نفسه أنا أحافظ على الصلاة مع الجماعة، لكن يخرج من فمي رائحة من مرض مزمن، فهل علي إثم في ذلك؟ وإذا لم تجد الصلاة مع الجماعة فكيف أصلي الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله على نعمة المحافظة على الصلاة، وهذا شيء واجب على الجميع. وأما من ناحية الرائحة، فإذا كانت رائحة تؤذي المصلين ويتأذون منها فإن لك العذر في أن تصلي وحدك. وأما إذا كانت الرائحة خفيفة أو كان بالإمكان علاجها خارج المضادات لها والرجوع إلى الطبيب في ذلك، إن هذا واجب عليك. لا تترك صلاة الجماعة إلا إذا لم تستطع إزالة هذه الرائحة، وكانت هذه الرائحة مؤذية فعلا، فيها أذى للمصلين، فأنت معذور في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لصلاة الجمعة كما يسأل في الصالح، صلاة الجمعة وصلاة الجماعة هو الحال واحد، الحال واحد، لكن كما ذكرنا لابد أن يتحقق أن هذه الرائحة كريهة وأنها تؤذي المصلين. ويجب عليه أن يحاول مهما أمكن أن يصلي الجمعة والجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.